الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طلبت منك زواج وكلتك نور العلا الصديق الموكلي عز الدين ابراهيم علي في هذا الصباح الحال على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، طلبت منك هذا الصباح على الحال وزوجت وكلتي من وكلك على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردت زواجها لموكلي بارك الله بي وجعله. الزواج الثاني الزوج محمد صديق عبد الله سليمان. محمد صديق عبد الله سليمان وكيل الزوج محمد عبد الله سليمان. الزوجة بكر بارق نسيبة النور علي محمد سليمان. نسيبة النور علي محمد سليمان. ولي الزوج بتوكيل من والدها بشير الشيخ بشير مصطفى. الصلاة 100 جنيه وكلها. الشهود على ذلك عمر عبد العزيز بن زيد بن إيمان، عمر عبد العزيز بن زيد بن إيمان، وقع يسكر عمر الخليل محمد بن عبد الكريم إن شاء الله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، فقد طلبت منك زواج وليا موكلك نسيب النور لموكلي محمد الصديق عبد الله على هذا الصباح على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. شيخ، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، فقد غبنت هذا الصباح وزويت ولية موكلي نسيب النور لموكلك محمد الصديق على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. محمد، لقد غبنت زواجها لموكلي. بارك الله لكم الله جميعا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام على المرسلين والحمد لله.